نتكلم عن الانيشال سيتنج من خلال البي سي للسنترال ال 824 بس واحنا كونكتد على السنترال لايف. طبعا اول حاجة بنعملها زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنوصل كابل اليو اس بي في كابينة السنترال في الجنب اليمين، بنوصل الطرف الثاني لكابل اليو اس بي في البي سي او في اللابتوب بتاعنا، وبعدين بنبتدي نفتح KXTE Maintenance Console ونكتب باسورد 1 2 3 4، بنكرر الباسورد ولازم تكون علامة Connected to PBX موجودة وبنبدأ اوكي. طيب هيسأل على Automatic Configuration for CO Line Type، بمعنى ان لو كابل الخط الخارجي متوصل على السنترال دلوقتي وانا طلبت اوتوماتيك كونفيجريشن، هو هيديتكت ان الخط بلس ولا تون ولا اي نوع من انواع الدايل وهيعمل له اساينمنت اوتوماتيك، وده هنشوفه بعد شوية اتعمل ولا لا. طبعا انا مش حاطط خارجي على السنترال فهيبقى هو زي ما هو، احنا هنخش نغيره الحقيقة. طيب هو اول حاجه في الكويك سيت اب، الخطوه الثانيه بعد ما بيسالني على الروتيك كونفيجريشن الخط الخارجي بيسالني عن الاوبريتور، هل هو على جاك 01 ولا انا عايز اغيره على اي جاك من ال 24 جاك اللي عندي على السنترال. لا طبعا في الغالب بنسيبه على جاك واحد لكن ممكن نغيره دايما وقت ما احنا عاوزين. بيسال بعد كده عن الاوتوماتيك لاين اكسس، تبقى بتسعة والاوبريتور بزيرو ولا نعكسها. في بعض الناس بتحب تعكس الوضع، بتخلي تسعة للاوبريتور وزيرو لللاين. احنا طبعا في مصر متعودين ان الاوبريتور بزيرو وتسعة لللاين، وزي ما قلنا قبل كده في الشرح اللي شرحناه عن البي سي بروجرامينج، انا عندي ثلاثة نمبر بلان، واحد واثنين بيبدأوا من 101 لكن بلان 3 بتبدأ من 10 من 11 12 حتى 18 لو 3 8 ولحد 24 لو الاكسبانشن معمول للاخر، يفضل انها تتساب على بلان 1 برضه.